كما يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأستاذ عوني الداود نائب رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثامنة. بداية هل لك أن تحدثنا عن أهمية أو عن ما جاء في مضامين الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم في القمة العربية المنعقدة في جدة يوم أمس؟ شكرا جزيلا، تحياتي لكم وللمشاهدين الكرام. أقول بأن هذه الكلمة الشاملة والجامعة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم، وإذا جاز لي التعبير أن أقسم، سمحتوا لي أن أقسم الكلمة إلى خمسة محاور حملت كل محور عنوان رئيس ومهم جدا قد يطول الشرح به، ولكن لا بد من التركيز عليه. وهي المحور الأول موضوع العمل العربي المشترك الذي بدأ به خطابه السامي جلالة الملك، ثم تحدث عن نظام إقليمي متجدد ومتوازن، وفي المحور الثالث محور الأمن والاستقرار في المنطقة، ثم المحور الرابع قضايا متعددة في المنطقة في القضية الفلسطينية، مصر، السودان، اليمن، والمحور الخامس ما يتعلق بتعزيز التكامل العربي المشترك. أقول بالتفصيل وفصل جلالة الملك في خطابه السامي أيضا سيتحدث عن مسيرة العمل العربي المشترك، وضع آليات لهذا العمل العربي المشترك بالإشارة إلى الإرادة الحرة والتصميم الذاتي والعمل بروح التضامن الجماعي إلى آخره. بمعنى آخر هناك منهجية عمل وضعها جلالة الملك في خطابه الشامل والمختصر والموجز، ولكن كل كلمة تحمل الكثير من المعاني التي كما ذكرت منذ قليل تحتاج إلى آليات ومنهجية عمل تمثل. فيما يتعلق بالإشارة إلى النظام المتجدد والإقليمي، وهو يمكن ما حمل عنوان لهذه القمة تصفير الأزمات إذا جاز التعبير، بمعنى أشار إلى مستجدات في المنطقة تبعث روح الأمل، وقد رحب بها جلالته بمسار العربية الجادة، سواء من التقارب السعودي الإيراني، سواء من الهدنة الإنسانية في اليمن وعودة سوريا إلى الجامعة العربية. وتمنى جلالته أيضا أن يتم التوصل وضرورة وقف الاشتباكات في السودان. جلالة الملك لم يغفل القضايا العربية الرئيسية، ولتمثل السياسة البحرينية الراسخة والثوابت البحرينية فيما يتعلق بقضية العرب المركزية، وهي القضية الفلسطينية القائمة على حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية. أيضا أشار إلى قضايا التكامل العربي، وهنا أشير أيضا وأربط ما بين خطاب جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة المعظم وكلمة جلالة الملك عبد الله الثاني الملك الأردني الهاشمي، حيث تكلم كلاهما عن التكامل العربي الصناعي الاقتصادي، وأشير إلى محور الأردن والبحرين والإمارات ومصر فيما يتعلق بالتكامل الصناعي المشترك، والذي يشكل نواة ونموذج وأنموذج يحتذى به للتعاون المشترك في المنطقة. نعم. في نقاط مهمة جدا حتى لم يغفلها خطاب جلالة الملك حمد المعظم، بما حين يتكلم حتى عن قضايا البيئة وتكلم عن السلم الإقليمي والعالمي، وكأنه يلخص كل ما يجري في العالم بأنه إذا أردنا سلما إقليميا ودوليا من أجل الوصول إلى التعافي الاقتصادي لابد من الاستقرار الموصل للإزدهار، والهدف هو أن ينعكس كل ذلك على شعوب المنطقة، وهذا هو الهدف الأسمى. وحين أشار حتى إلى الحرب الروسية الأوكرانية والجهود المشتركة لتحقيق السلام لم يغفل انعكاس ذلك على الاقتصاد وعلى البيئة، ورابطا بذلك باستضافة أيضا دولة الإمارات الشقيقة بكوب 28. أعتقد بأنه كل هذه المحاور وكثير منها تحتاج إلى أكثر من قراءة وأكثر، لأن تؤكد على حكمة وحنكة جلالة الملك والسياسة البحرينية الثابتة والراسخة التي تؤكد مكانة البحرين القادر بالتأكيد على استضافة القمة القادمة والتي يعول عليه الكثير، لأن البحرين عضو مهم في الجامعة العربية، في مجلس التعاون الخليجي، له ثقل مهم جدا سياسيا اقتصاديا ثقافيا بتاريخ متجذر، وأعتقد بأنه عكست تماما رؤية مستقبلية استشرافية نستطيع أن يحدون الأمل كشعوب عربية بأنه سواء حاليا القمة الحالية 32 أو القمة القادمة سنعول عليها الكثير بقيادة البحرين إن شاء الله. كل تأكيد، شكرا لك. من عمان الأستاذ عوني الداود نائب رئيس تحرير جريدة الدستور الأردنية، شكرا على هذه المداخلة.